ازيكم، انا افراح. يا رب ان شاء الله تكونوا بالف خير. النهارده انا هحكي لكم قصتي، ازاي خسرت فلوسي في البورصه، وازاي الموضوع ده علمني درس كبير جدا في الاصرار على النجاح وعدم الاستسلام، وكمان علمني ازاي ان ممكن مبلغ صغير جدا انسان يبدا حياته ويقدر ان هو يبقى معتمد على نفسه ماليا. في ناس كتير نفسهم يبقوا اغنياء، او معنى اصح عاوزين يبقى معاهم فلوس كتير جدا. طبعا مساله الغنى دي مساله بتختلف من شخص للتاني. في انسان ممكن يبقى غني وحاسس نفسه ان هو غني، ومقارنه بشخص تاني هيبقى فقير ما عندوش اي حاجه، لكن الانسان من جواه ممكن هو يقرر ايه هو مستوى الغنى اللي هو عايز يوصل له. مثلا انا بعتبر الغنى بالنسبه لي ان انا يبقى عندي البيزنس بتاعي، او ان انا اكون بمتلك يعني مشروع ما بينتج دخل بيكفيني وبيكفي احتياجاتي واحتياجات اسرتي، عندي حاجات كتيره بحيث ان انا ابقى مش محتاجه لحد وابقى حاسه ان انا عايشه حياه مسطوره وجميله. بالنسبه لحد تاني ممكن الغنى يكون اكتر من كده بكتير، ممكن يكون عندهم طياره خاصه بيهم، يخت خاص بيهم، عايزين يبقوا عندهم مديرين اعمال، عندهم طباخين، خدامين، سواقين، عندهم جيش من الناس بيخدمهم، عندهم فلوس كتير جدا ما قدروش يعدوها. وطبعا عشان اكون واضحه في الفيديو ده، انا مش بكلمكم عن طريقه سحريه او حاجه تخليكم تبقوا اغنياء في يوم وليله، انا بحكي قصتي وازاي ان انا بدات بمبلغ صغير جدا وبدات حياتي كمان بخساره مش بمكسب، ومع ذلك الحمد لله كانت دي البذرة اللي بدأت بيها قصة نجاحي في الناحية المادية. قصتي بتبدأ ان انا في 2006 كنت بقالي تقريبا سنة وشوية بشتغل، وكان عندي دخل ثابت، وكان بحوش من المبلغ ده مبلغ صغير على جنب كل شهر. المهم جه عليا وقت وابتديت افكر انه عشان اقدر ان انا احوش مبلغ كويس ومحترم وابتدي اقدر ان انا استثمر فلوسي دي كويس، لازم ابتدي ان انا اعمل حاجة تضاعف هذه الاموال. فكان قدامي اختيارين. الاختيار الاول طبعا ان انا اتجه للعقارات مثلا، بس طبعا ما كانش معايا فلوس كافية ان انا اقدر اشتري مثلا بيت او اشتري شقة صغيرة واستثمر ان انا بيعها بعد كده لما تغلى. ففكرت ايه المصادر التانية اللي انا ممكن استثمر فيها فلوسي، وكان ساعتها طبعا ما فيش غير حاجة واحدة بس، وهي الاسهم. في مرحلة 2006 دي ما كانش ساعتها السمارت فون والانترنت حاجة مشهورة زي دلوقتي، ما كناش بندخل بقى على الانترنت نبص على السوشيال ميديا ونبص على الاخبار. كانت الانترنت محدودة بالنسبة لي انا كشخص، كنت بستخدمه لما كنت عايز ابعت ايميل، وبرغم ان انا بحب القراءة جدا وبحب اقرا كتب واقرا قصص وكل حاجة، الا ان الجرايد ما كانتش من الحاجات الفاني بالنسبة لي، ولكن كنت بقراها بس عشان اعرف اخبار الدنيا ايه سياسيا واقتصاديا. في يوم من ذات الايام وانا قاعده في البريك بتاعي وانا في الشغل، قلت ابص كده في الجنان، رحت فتحت كده الصفحه بتاعه الاقتصاد، فلقيت اعلان لسه نازل فريش من بنك مصر بيعلنوا عن فتح باب شراء اسهم بحاجه اسمها صندوق العمر. طبعا اكيد في ناس اللي بيسمعوني لو هم عارفين الموضوع ده اكيد يبقوا فاكرين وممكن يكونوا زيي ويشتروا نفس الاسهم دي في نفس التوقيت ده. طبعا انا لما شفت سعر الاسهم معقول والموضوع سهل والاجراءات سهله جدا، قررت ان انا هشتري بالمبلغ اللي معايا كله اسهم عشان لما تمنها. طبعا كمستثمرة لما الواحد بيشتري اسهم بيبقى هدفه الرئيسي ان هو بيشتري الحاجة تمنها مثلا النهاردة 100، مش هيبيع الا ما تمنها يزيد عن 100. ولكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بعد ما شريت الاسهم بفترة وجيزة جدا ابتدى سعر الاسهم دي يتهاوى الى القاع. طبعا انا اول رد فعلي بالنسبة لي حسيت انه ده يعني حظ تعس جدا، واتضايقت طبعا في الاول، وبعدين قلت لنفسي مش مشكلة، كده كده كانت الفلوس دي هتبقى محطوطة في البنك ما كانتش هتجيب لي عائد كبير قوي، يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. فضلت اتابع احوال السوق واقرا واشوف ايه الدنيا ماشية ازاي. كان الاقتصاد واقع جدا ساعتها، وبالنسبة يعني للبورصة بالذات كان الموضوع مش حلو خالص. حتى اشهر شركات عندها طبعا موضوع الاسهم كانت الاسهم بتاعتها نازلة. طبعا روحت استشرت ناس اكبر مني في السن، اعمل ايه يا جماعة، انا الاسهم اللي انا اشتريتها الفلوس بتاعتي بتنزل نزلت للنص، فتشوروا عليا بايه؟ طبعا كان رد الفعل تريقة وضحك وفلوسي ضاعت. طبعا انا قلت في نفسي ايوه طبعا ربنا يعوض وكل حاجة، بس مش هستسلم ومش هبيع، لان لو بعت دلوقتي هبقى انا كتبت على نفسي الخسارة بالنص. في ناس برضو قالت لي طب ما انت ممكن تخسري توصل فلوسك للربع او للثمن او زيرو حتى، بس طبعا انا قلت ساعتها مش هبيع وسبورت. طبعا عدت الفترة الصعبة دي وابتدت بعد كده اسعار الاسهم كلها في السوق تعلى، وعلي سعر السهم لحد ما وصل لتمنه الاصلي اللي انا اشتريته بيه، وبعدين تضاعف سعر السهم 3 مرات في فترة قصيرة جدا. طبعا انا فرحت جدا جدا وقلت اللهم لك الحمد، الواحد فلوسه حلال وتعب فيها والحمد لله ربنا عوضنا. وطبعا قررت ان انا ابيع في هذه المرحلة، وقلت لنفسي لو انا كنت استثمرت الفلوس دي في اي حاجة او حطيتها في بنك بيجيب فوائد او اي حاجة زي كده ما كانش ابدا هيجيب لي العائد ده. وكانت هي دي البداية بالنسبة لي، وفهمت منها انه موضوع الاستثمار ده مش ان انا ادخل في حاجة سيكيور او سيف او امان 100%، لازم الانسان ياخد شوية ريسك. لو انا كنت
استسلمت لكلام الناس او استسلمت للاحساس الداخلي اللي جوايا ان انا خلاص الفلوس كلها هتضيع، وكنت بعت في المرحلة اللي الفلوس وصلت فيها للنص، كنت هخسر البوتنشال او هخسر احتمالية ان انا اخد فلوس ثلاث مرات. الفكرة هنا مش ان انا بقول لكم روح اشتروا بفلوسكم اسهم، مش بقول لكم روحوا اشتغلوا في البورصة، بس الفكرة ان انا ليه بشارك بقصتي دلوقتي معاكم، انه في ناس كتيرة جدا بيبقى في دماغها افكار حلوة قوي وبيبقى عندهم طاقة من جواهم، حاسين ان الفكرة دي لو هم بدأوها ممكن ينجحوا، بس اللي بيوقفهم في التنفيذ ان هم خايفين من الفشل، او بيقعدوا يسمعوا للناس اللي حواليهم من المخاوف اللي بيقعدوا يحاولوا يزرعوها في دماغهم. اقرب الناس الينا هم اكتر ناس بيبقوا خايفين علينا فعلا، ومش عاوزيننا نغلط ومش عايزيننا ان احنا نخسر، ولكن للاسف خوفهم الزايد ممكن يخلينا ما نجربش حتى، وده بيمنعنا من اي احتمالية ان احنا ننجح او ان احنا نجدد حياتنا او نحصل على اي حاجة او نتقدم خطوة قدام. يعني مثلا ساعات في ناس بيبقى عندها مشاريع بسيطة قوي مش محتاجة راس مال كبير يعني، وممكن يبقى معاهم جزء كويس من الفلوس دي، ومثلا محتاجين ان هم يجمعوا فلوس كمان، بس بيبقوا خايفين قوي ان هم اول ما يبدأوا هيفشلوا او مفيش فلوس هتيجي او احتمال يخسروا كل الفلوس. لازم يعملوا حسابهم ان ده فعلا ممكن يحصل. الذكاء هنا ان احنا نحسب كل الاحتمالات، نحسب اهم حاجة the worst case scenario، يعني اسوأ سيناريو ممكن يحصل هيكون ايه هو. فالشطارة هنا ان احنا نحسب زي ما قلت the worst case scenario او اسوأ سيناريو ونعمل حسابنا عليه. من هنا ان شاء الله لو قابلتكم اي مصاعب باذن الله هتقدروا تعدوها وبعدين توصلوا للحاجة اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيها. الفكرة برضو ان انا بشارك بتجربتي مش عشان اقول لكم ان انا بقيت مثلا listed على listed فوربس مثلا من اغنى 10 بني ادمين في العالم، بس انا زي ما قلت في اول الفيديو الغنى بيختلف من شخص للتاني. في ناس هتقول لي طب انت افراح انت كنت بتشتغلي، يعني كان عندك دخل فقدرت ان انت تحوشي مبلغ، فقدرت ان انت تشتري اسهم وتستثمري. اكيد ما فيش حد هيجي عليا من السماء مثلا يقول لي خدي الفلوس دي استثمريها، ولا ينفع ان انا اروح اخد فلوس من اهلي واقول لهم معلش انا عايزه فلوس عشان عايزه ابدا استثمر. ما ينفعش ان انتوا تستلفوا عشان تستثمروا، لازم الفلوس دي تبقى بتاعتكم وتكونوا انتوا اللي تعبانين فيها، علشان لما تكسبوا او تخسروا تحسوا فعلا بقيمه اللي انتوا عملتوه. هتيجي ناس تقول لي طب والشغل مش كتير للمديرات، الشغل صعب، وفعلا الشغل للمديرات صعب على مستوى العالم كله. انا في اعتقادي الخاص الناس او الشركات الكبيره تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على المكن اكتر من الانسان، فبقت الوظائف اقل وبقى الاحتياج للانسان للاسف الشديد اقل. انا مش بقول كده طبعا عشان احبطكم، الوظائف دلوقتي بقت كلها على الكمبيوتر، يعني الواحد كان مثلا الناس اشتغلت في الاول مزارعين، اشتغلوا صيادين، اشتغلوا نجارين، النهارده الشغل بقى كله بيتعمل بالمكنه، يعني الانسان الالي ممكن يسيرفس عليك في مطعم، ممكن هو ينظف غرفه في اوتيل، انت بتتصل على تليفون دلوقتي بيرد عليك انسر ماشين، بيرد عليك كمبيوتر. طبعا انتوا اكيد شفتوا الاختراعات دلوقتي، اول يعني انسانة آلية بتتكلم زي الانسانة، بس ده ما يمنعش ان الانسان مازال ليه قيمة في سوق العمل اذا قدر يكتسب مهارات مطلوبة في سوق العمل اللي هو عايز يدخل فيه. في نفس الوقت من الحاجات اللي بتنجح الانسان في اي سوق عمل ان هو يدخل في الحاجة اللي هو بيحبها. يعني انتوا لما تحبوا ان انتوا تشتغلوا لازم تشتغلوا حاجة انتوا من جواكوا لو كان معاكوا فلوس هتعملوها برضو. طبعا انا منكرش ان اي حد فينا لازم في بداية حياته في بداية الشغل لازم يشتغل شغلانات مش لازم قوي تكون اللي انتوا بتتمنوه، عشان بس تحطوا رجلوك على اول الطريق وتكتسبوا خبرات في الحياة الحقيقية. في الاول ممكن تشتغلوا شغلانات بسيطة عادية، لازم تبقوا متواضعين، لازم تتقبلوا ان انتوا تشتغلوا اي شغلانة عشان تتعلموا فعلا المهارات بتاعت الحياة، بتاعت التواصل، بتاعت ان انتوا ازاي يبقى عندكم قوة تحمل، ازاي يبقى عندكم التزام. لو انتوا مهاراتكم زي اي حد موجود في السوق مثلا يبقى انتوا كلكم تساويتوا، لكن لو انتوا مهاراتكم اعلى شويه يبقى فرصتكم في الحصول على الوظيفه باذن الله هتكون اعلى. هتيجي ناس تانية برضو تقول لي بس انت خاطرتي عشان كده كسبتي، لكن احنا ما نقدرش نخاطر او مش كل الناس تقدر تخاطر. في حوار لستيف هارفي كان بيقول انه ساعات بتشوفوا ناس كده طايره وحياتها جميله وسعيده وناجحه وتبصوا لهم كده وتقولوا يعني هم عملوا ده ازاي. طبعا الناس دي ما وصلتش للنجاح ده في يوم وليله، الناس دي مرت بمصاعب، مرت بتحديات كبيره جدا، ممكن يكونوا خسروا حاجات غاليه جدا في حياتهم في سبيل الحصول على هذا النجاح، واللي انتوا شايفينه ده هو الفاينل برودكت او النتيجه النهائيه، لكن انتوا ما شفتوش الحاجات الصعبه اللي هم مروا بيها. زي بالظبط لو الانسان لابس باراشوت وخاف ان هو ينط من فوق جبل، في احتمالات كتيره جدا لو الانسان نط بباراشوت من فوق جبل او نط من طياره مثلا، الاحتمال الاول ان الباراشوت ده يفتح والانسان يوصل للارض بسلام، والاحتمال التاني ان الباراشوت ده ما يفتحش والانسان ده ينزل على جبل او ينزل على اي حتة يتعور او حتى ممكن يموت. لو انتوا مش عاوزين ابدا ان انتوا تتعوروا ولا يحصل لكم اي حاجة ممكن تفضلوا واقفين مكانكو علشان ما تتعوروش، لكن برضو لو ما نطيتوش من فوق الجبل عشان خاطر خايفين ان انتوا تتعوروا في احتمال كبير جدا، ده اكيد 1000000% ان الباراشوت مستحيل هيفتح ابدا ابدا، وده معناه ان احنا لو وقفنا في مكاننا وخوفنا
من اللي هيحصل لو نطينا من فوق الجبل حياتنا عمرها ما تتحرك لقدام. الخلاصة يا جماعة ان انا بشوف النجاح او بشوف اي حاجة في حياتنا عايزين نحصل عليها زي بالظبط ان الانسان يجيب بذرة ويزرعها في الارض المناسبة ويديها مية ويديها شمس ويديها عناية، والباقي كله عبارة عن ايمان صبر والتزام. ما ينفعش ان انا ازرع بذرة واستنى انها تطرح بكرة او بعد ساعة مثلا، لكن ايماني بانه في بروسيس او في خطوات معينة لازم الانسان يمشي عليها هو ده اللي بيخليني اشوف الطرح بتاع مجهودي بينمو قدامي وبيطلع. واحيانا كتيرة جدا في ناس بتزرع البذرة وتحط المية والشمس ويستنوا شوية ويستنوا يوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين وثلاثة، واول لما يبقى خلاص النتائج قربت تظهر قدامهم يفقدوا الامل ويبطلوا يعتنوا بالبذرة والبذرة دي تموت وما يبقاش لها اي مستقبل. هي دي رسالتي للناس اللي نفسها تبدأ في اي حاجة، الناس اللي خايفة، الناس اللي هي دايما بتحسب دايما الحاجات السلبية قبل الحاجات الايجابية. السلبيات موجودة والايجابيات موجودة، ولازم نتقبل ان في الاخر دي حياة، احنا لما بنغلط بنكتسب خبرة. مفيش حاجة اسمها فشل، الفشل ده هو مجرد رسالة بتقول لنا ان الحاجة دي ما نفعتش، جربوا حاجة تانية. ياريت برضو انتوا كمان تقولوا ايه رأيكم في الموضوع ده، ايه رأيكم في المخاطرة، ايه رأيكم في انه الانسان يبدأ حتى لو جواه شوية خوف؟ هل ليكوا تجارب سابقة ونجحت معاكوا؟ طب هل في حد فيكم مثلا جرب ان هو يعمل حاجة وفشل؟ طب كانت ايه الدروس المستفادة من هذه التجربة؟ ياريت تشاركونا بتعليقاتكم وتجاربكم وافكاركم عن هذا الموضوع، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ياريت تعملوا لايك وتشاركوا بالفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعار اول ما انزل اي فيديو. اشوفكم الفيديو الجاي في حفظ الله.